اليوم كيفاش راك تشوف فيها؟ اليوم الاسعار غالي اليوم زادت لها شو؟ ان شاء الله بربي هذو نبيعو ب 17 ونص. 15 مليون. 15 مليون ايه. اخر سعر. اخر 15 مليون. منين جانا القطيع هذا وش من المنطقة؟ هذو ولاد الدراج المسيلة. علاش 17 ونص؟ ما هو السبب؟ انا قاعد هو قاعد بس نقول علاش 17 ونص؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب بس قاعد الناس في الليل بس كي نرقد هكذا اقول اخ خديهم لي. اسمح لي المواطنين راهم يشتكوا قالوا راكم تبيعوا غالي بزاف قال لكم ذبحتونا المواطنين. والله هو كي بات راقد وانا بات قاعد وصبح يصبح قبل ميل فيي وانا نصبح راقد هاك صلاة الفجر نروح لها بالذراعي ونجي نروح نعسير. لا بيع لا والو هكذا كاينه والبيع ما كاش. علاش راح حابس البيع في رايك؟ ما على بالناش بالك على الخروف هذا اللي زعما يقولوا رومانيا رومانيا ما رومانيا بالك. اسمح لي ولو كان الجزائريين الاخ ركز معايا. لو كان الجزائريين يديروا مقاطعة وما يشروش. لو كان يديروا مقاطعة. كان يديروا كوراج، كان يديروا كوراج نبدلوا الحية. عيد إن شاء الله. احكي لي الأسعار اليوم كيفاش راهي؟ الأسعار راهي بالنسبة قول أسعار مرتفعة. راكم حدد الأسعار. مازالوا شوية. شحال السعر تاع؟ قريب قريب قريب. شحال قريب هذا؟ قريب قلت له 12 ونص. 12 ونص. أسعار البيع راهي تقول 12 مليون و500. قريب الراس راهو زايد بزوج ملايين. ما بين عملوا لسنا راه يزيد جملين في الراس. ها إذا مشاهدينا متابعينا مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد والحصري من قناة دنيا تيف. كما راكم تشوفوا الآن وعلى المباشر متواجدين بسوق العلمة لولاية سطيف في تغطية حصرية لأسعار الكباش وخرفان العيد لعام 2024 في الحلقة 15. عرف سوق الأربعاء لولاية البليدة قبل يومين ركودا في تداولات البيع والشراء الذي امتاز بدخول الكباش الخشنة على المتوسطة والصغيرة. مواطنون يصابون بالإحباط بسبب الأسعار الخيالية لأضحيات العيد، كما عرفت الأضحيات ارتفاعا بمعدل 1.5 مليون إلى 2 ملايين في الرأس مقارنة بالعام الماضي. ما هو سبب هذا الارتفاع ومن يتحكم في الأسعار؟ أما بالنسبة لقائمة الأسواق اللي تفتح اليوم اللي هو يوم الأحد على المستوى الوطني تأتي على النحو التالي: سوق المحرة ولاية البيض، سوق النعامة ولاية النعامة، سوق سعيدة ولاية سعيدة، سوق أفلو ولاية الأغواط، وسوق سيدي عبد الرحمن ولاية تيارة، سوق الرومية ولاية الجلفة، وسوق قصر البخاري ولاية المدية، وسوق الطيبات لولاية ورقلة، سوق العلمة ولاية سطيف، وسوق بئر ولد خليفة ولاية عين الدفلة، وسوق سيدي عيسى لولاية المسيلة. راح نديروا جولة صباحية هنا من سوق العلمة لولاية سطيف ونشوفوا آخر الأسعار آخر الأرقام وآخر الأخبار. ما تنسوش برك تبارطاجيونا هذا الفيديو على الولايات. فاصل ونواصل، ابقوا معنا. إذا مشاهدينا التغطية تاعنا راهي بدات هنا من سوق العلمة لولاية سطيف. عندنا أول عرض للبيع هذا القطيع. السيد هنا راه مسومينه. قداش راه مسومينكم هنا الأخ؟ هنا شحال راه مسومينكم؟ عطاو 14 اخويا. 14 مليون اسعار الجملة؟ عطاو جملة هم ولا ما راه مني عطاو 14. اه رب حبيب حرايمي. معليش الاسعار البيع شحال راكم تقولوا هنا؟ شحال راكم محدينا؟ مازال بسوم. شحال شحال؟ مازال ربي بالك مولاه ما راه سلمى المكان شحال؟ بالتقريب شحال بين شحال زعما؟ ما نقدر نقول لك خويا بسوم هذه مازال. مين جانا المال هذا وش من المنطقة؟ هذا مولاه من الخروب. منطقة الخروب، تحياتنا الناس الخروب. راكم سمعتوا تصريحات التاجر بالنسبة للأسعار اللي ساوموه بها. قل لي البيع اليوم كيفاش راه؟ ثقيل ولا خفيف؟ خويا ما كاينش البيع وراه البيع. الناس كلها يساوموا صاي. شكون اللي راه يساوم اليوم؟ اليوم شكون ساومك؟ ما كان والو ما كان والو. حابسة ما كان لا بيع لا والو. علاش راهي حابسة في رأيك أنت؟ ما السبب؟ أنت اللي يشري اليوم وين يدير البلوك الباطيمات وين يحطوا الباطيمات ومازال العيد. شكون يشريه اليوم هذا؟ خويا واش رايك في الاسعار انت؟ كيفاش راك تشوف فيها الاسعار؟ انا الاسعار راني نشوف فيها راهي نورمال. راهي تسمى راهي مليحه. راك تبيع انت ولا تشري؟ انا كسابي. كسابي؟ ايه. شكرا على المشاركه، يعطيك الصحه اخويا العزيز. هذا زاد سنين هو ياكل هذا الخروف هذا. بان حكي هذا العدد هكذا. زاد سنين.
إذا مشاهدينا عرض آخر للبيع، أسعار الجملة هنا راهم مساومين 7 ملايين و10 آلاف هكذا؟ إيه 7 ملايين و10 آلاف. والفرز شحال سوموكم هنا الفرز؟ سوموناش. سوموكم؟ إيه. قل لي كيفاش راه البيع اليوم؟ ماشي ولا حابس؟ حابس. ما السبب وشنو؟ مازالت الناس ما شرات لنا تاع رومانيا، تستنى الناس تكون تاع رومانيا. إيه. وما كانش تاع رومانيا مرة. أسعار البيع شحال راهي تقول هنايا؟ 700 و200 نبيعوا. 700 700 هي اسعار البيع. والفرز شحال تحسب؟ 200 700 نبيعوا. 7 ملايين و200 هو اسعار الفرز. شوفوا معايا اليوم في سوق العلمه بولايه سطيفه بتاريخ 2 ماي 2024 خروف 7 ملايين و200 اسعار الفرزه. انا راني نركز الان على اسعار الفرز لانه عيد الاضحى قرب والناس راهي حابه تعرف اسعار الفرز ماشي الجمله. الجملي راح حاب يعرف اسعار الجمله يدخل يشوف فيديوهات ولايه البيض، سوق بوقطب المشريه وسوق البيض ايضا. السلام عليكم، واش راك خويا لاباس؟ لاباس راك مليح؟ والله لاباس الحمد لله. انتوما غايا؟ الحمد لله. قل لي راح تراك الدور باش تشري؟ راح معولين باذن الله. معول تشري عياده؟ عياده ان شاء الله. احكي لي الاسعار اليوم كيفاش راهي؟ الاسعار راهي بالنسبه قول اسعار مرتفعه. قل لي اسكو تقدر تعطيني مقارنه بين الاسعار تاع العام اللي فات وهذا العام؟ تقريبا الراس راهو زايد بزوج ملايين. ما بين عام الاول والسنه راهي زوج ملايين في الراس. ها وسنا انت راك راح تشري ولا ما كيفاش راهي كيفاش بانت لك الطريق؟ هذه هديه ربي لازم كيما تكون نكونوا معاها. اها وحليل يا حليل الزوالي قال لي ربي يقدر جميع الناس. قل لي السعر اللي راهم قادرين يشروا به اغلب الجزائريين المعدل العام شحال؟ دوكا كانت تولي دنيا السعر راهي كيما حنا نقولوا الشهريه تاع الاداريين وهذيك راهي ما تكفيش. 7 ملايين ما يقدرش، ما كاينش خروف تاع 7 ملايين، اللي يجيب 7 ملايين ما يقدرش يشري. الجزائري شحال لازم له من الشهريه باش يشري عياده؟ لازم له على الاقل 14 مليون. باتك فيه باه يشري العيد وباه المصروف تاعو. من جيتنا انت؟ منا من العلمه. منا منطقه العلمه، وقع لي اسمك على القناه، اسمك؟ شريف. شريف كيفاش؟ قريشي. شريف قريشي. شكرا على المشاركه، يعطيك صحه. التغطيه راهي مستمره عبر الولايات، ريحوا معنا. إذا مشاهدينا عرض آخر للبيع، السيد هنا راه مسومينو 13 مليون و500 في هذا القطيع، والسن هنا راه يقول شحال السن هنا العمر؟ ثنيان. هذو ثنيان، هذا القطيع عمر 2. عفوا عطاو له 13 و500، جاب لي ربي غلط في الرقم، سمحوا لي احيانا من نغلط ننسى بطبيعه الحال. اسعار البيع شحال تقول هنا؟ اسعار البيع 15 مليون. 15 مليون ايه. اخر سعر؟ اخر 15 مليون. منين جانا القطيع هذا وش من المنطقه؟ هذو ولاد الدراج المسيله. ولاد الدراج المسيله. قل لي كيفاش راهي الاسعار اليوم؟ كيفاش تشوفها انت كبائع؟ لا بيع لا والو، هكذا كاينه والبيع ما كاش. علاش راه حابس البيع في رايك؟ ما على بالناش بالك على الخروف هذا اللي جام يقولوا رومانيا رومانيا ما رومانيا بالك. البيع راهو حابس. انت تاجر ولا مربي؟ تاجر. تاجر. ايه. قل لي وشنو احسن الاسواق هنا في الشرق، شرق الجزائر؟ على بالناش ما ريناش شنو احسن السوق، كاين هذا وكاين الخروب. مرسوا كامل. واخر سعر هنا راك تقول شحال اخر سعر؟ هادو 15. اخر سعر هو 15 مليون لهذا القطيع. الان رانا في ولايه سطيف تحديدا بسوق العلمه، تحياتنا الناس العلمه، التغطيه راهي مستمره عبر الولايات، تقدروا تدخلوا تشوفوا فيديوهات بوقطب المشريه والبيض. إذا متابعينا عرض آخر للبيع، هذو اللي راكم تشوفوا فيهم ثنيان، هذا القطيع والسيد هنا راه مسومينو، مانيش نصور فيك ما تخافش، السيد هنا راه مسومينو. قداش سومك هنا؟ 16. 16 مليون، أسعار الجملة؟ أسعار الجملة إيه. مين جانا القطيع هذا وش من المنطقة؟
مسيلة، منطقة المسيلة. كيباش المسيلة؟ راهي زارت اليوم هنا يا سوق العلمة لولاية البيض، أسعار لولاية عفوا العلمة، أسعار لولاية سطيف عفوا، أسعار البيع هنا راهي تقول شحال؟ 16 مليون جملة. آخر سعر البيع؟ البيع آخر سعر شحال؟ 16 ونص بارك. 16 مليون و500 هو سعر البيع بالفرز ولا جملة؟ بالجملة. 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 السوق اليوم كيفاش راه؟ احكي لي. السوق شوف بالنسبة لأي حاجة كلش غالي، بصح إنما الناس خاسرة موكلة وتعبة. بصح اليوم التداولات البيع والشراء اليوم راه ثقيل خفيف، كيفاش راه؟ السلعة الزينة باع روحها، تعد عندك سلعة سمينة تبيعها، ما عاد سمينة ما تبيعهاش. واليوم شكون اللي يساومك؟ يساومك التجار ولا يساومك العياد؟ العواد نسوق ومن يساموني. شكون؟ لا العواد سوق واللي يسامني. العواد سوق قصدك تاجر؟ تاجر ايه. قل لي وشنو احسن الاسواق هنا في شرق الجزائر بما انك انت في المنطقه هذه؟ الشرق بارتو السعر راه بارتو غالي هكذا. لا قلت لك وشنو احسن الاسواق في الشرق؟ في المال كما هكذا؟ في المال السوق اللي يدخلوا المال بزاف واللي يقصدوه الناس والمواله بزاف. كاين سوق مسيلة، سوق مسيلة فيه السلعه. اها. سوق سيدي عيسى. فيه السلعة ذني مليحة والناس تبع الأسواق الكبار، سوق سوق القوم ذني مليح. شكرا على المشاركة، التغطية راهي مستمرة عبر ولاية الوطن، راح نشوفوا أجنحة أخرى. هذا راه عجل، هذا هذو اللي راكم تشوفوا فيهم السن راه يقول شحال السن هنا؟ نعم السن العمر شحال؟ هذو فايتين العام. خرفان مازال ما كسروش؟ كسروا 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 هي مبدلين. هادو قال لكم كيفاش؟ فيهم اثني. فيهم اثني؟ اي فيهم اثني نعم. وشحال مسومينكم الاسعار الجمله هنا؟ الجمله هنا ساموني ب 12 على بعضها. 12 مليون على بعضها، وفي الردي شحال ساموك؟ فساموني على بعضاكم ما فردوليش. ما فردولكش؟ ما فردوليش ساموني على بعضها. بالنسبه للاسعار البيع شحال راك تقول هنا؟ شحال راك محدد الاسعار؟ مازالوا شويه. شحال السعر تاع؟ قريب. شحال قريب هذا؟ قلت له 12 ونص. 12 ونص. اسعار البيع راهي تقول 12 مليون و500 في هذا القطيع، هذا القطيع جانا من منطقة عين مليلة. منطقة عين مليلة، تحياتنا للناس عين مليلة. من خلال هذا القناة نتعرف على الثروة الحيوانية في الجزائر وننقل للمشاهد والمتابع آخر الأخبار وآخر التطورات حول أسعار كباش العيد لعام 2024. إذا متابعينا عرض آخر للبيع، هذا اللي راكم تشوفوا فيه خروف، والسيد هنا يراه مساومينه. قداش سومكم هنا؟ عطاونا 95. 95. البيع راه قريب ولا بعيد؟ مازال شوي. شحال شوي هذه؟ ها؟ شحال شوي هذه؟ 11 نبيعوه. 11 مليون؟ إي. مربيته هذا؟ مربيه. مين جانا الخروف هذا؟ شنو منطقة؟ من راس الماء. منطقة راس الماء. سعر البيع آخر سعر شحال خويا؟ 11 مليون. اخر سعر راه يقول 11 مليون لهذا الخروف. اذا متابعينا عرض اخر للبيع، العلوشه هنا راهم مساومين فيها اسعار الجمله شحال؟ 56000. 6 ملايين غير 50000. والبيع شحال راه يقول؟ قلنا لهم 65 ان شاء الله على ربي. 65 هو سعر البيع. واسعار الفرز الفرادي شحال؟ لا 100 يزيد 100 والله 200 ما نورمال. اسعار الفرادي كي نحب انا ندي فرادي شحال تحسب لي؟ 57 هاك. 57. اسعار 60 مش من 67. 67 يوم مسيومين 6 غير 50 وطلبنا لهم 65. ومين جاتنا الرخله هذه؟ وش المنطقه؟ الطايا. الطايا. منطقة الطايا، تحياتنا الناس الطايا. باش مشهورة المنطقة هذه احكي لنا عليها شوية. مشهورة بالفلاحة، بتربية المواشي وتربية الدجاج تاع البيض، الدجاج الأبيض هذه. الله يبارك ما شاء الله. قل لي السوق كيفاش راه اليوم؟ البيع والشراء كاين ولا حابس؟ الساعة هذه ما عليش، ما كاين حركة شوية، كاين الحركة الناس يتسوم، كاين السلعة. ما نعرف الناس يدوروا تدي في الاسعار وتروح. خويا شكرا على المشاركه، يعطيك الصحه خويا العزيزه. دفعه الكباش هذه شحال راهم مساومين فيها ومنين جاتنا وشحال اسعار البيع نتاعها؟ شحال راهم مساومينكم هنا اخي الكريم؟ 14 خويا. 14؟ ايه. اسعار الجمله؟ ايه.
وبالنسبه لاسعار اسعار الفرز شحال راه مسمينكم هنا؟ مازالوا ما سموناش. مازال؟ اي. اسعار البيع شحال تقول هنايا؟ والله غير مازال يا فتاح يا رزاق. البيع راه قريب ولا بعيد؟ ان شاء الله قريب. قريب. اسعار البيع راهي قربت ما بقاش ويمشي هذا المال. هذا المال جانا من منطقه، شنو المنطقه هذا؟ لهنا برك حمام السخنه. حمام السخنه، هذا المال جانا من منطقه حمام السخنه، تحياتنا الناس حمام السخنه. التغطيه راهي مستمره عبر ولايات الوطن. الولايه التاليه الان اللي رانا فيها هي ولايه سطيف تحديدا، رانا بسوق العلمه. قل للبيع والشراء كاين اليوم ولا ما كانش؟ كاين ان شاء الله كاين. هذا وين بداوا يجيو العياده. وشنو اخر سوق زرتو نتايا؟ رانا ندورو هنا برك. غير هنا برك. أيه. احكي لي السوق كيفاش كان الاسبوع اللي فات؟ مليح. هذا وين بداو، هذا وين بدا يمشي المال؟ كان حابس السوق هنا. ها؟ كان حابس السوق. مليح مليح. السوق مليح. شكرا على المشاركة. راح نسقسيو احد المواطنين هنا ونشوفوا واش رايو في الاسعار. واش رايك في الاسعار تاع اليوم؟ السعير والله مازالت ماهيش باينة شوية، راهي ما عليهاش. جيت تشري عياد انت؟ اه جيت تشري العياد؟ نبيع قاعد نبيع. راك تبيع؟ كيفاش راه السوق احكي لي؟ كش ما بعت ولا والو؟ مازال الساعه مازلنا ما بعناش. والو؟ اه ما بعناش. شحال راهم مساومينك جمله؟ من هي عندنا خرفان تعطيني 11 و200 من هي. خرفان؟ لالش. اها وشحال راك دايرهم سعر البيع انت؟ مازال ما بانش والله، مازال طامع واحد 12 ونص على رب العالمين ان شاء الله. ان شاء الله خويا العزيز. التغطيه تاعنا راهي مستمره الان، رانا في ولايه سطيف. تحياتنا الناس سطيف وتحياتنا الناس العلمه. اذا مشاهدينا عرض اخر للبيع. هذو اللي راكم تشوفوا فيهم قاع خرفان، هذا القطيع، والقطيع هذا راه مسومينه. قداش راه مسومينكم هنا؟ عطاونا 98 اوليدي. 98 اسعار جمله. اه جمله. فرادي شحال سوموكم؟ مازالوا ما سوموناش. مني زل ما سموش في الرادي. البيع شحال راه يقول هنا؟ طالبين فيها 11 لجابها ربي المقران. اسعار البيع راهي تقول 11 مليون هنا من سوق العلمه. المال هذا مين جانا واش من المكان؟ هذه من عين الحجر. عين الحجر، تحياتنا الناس عين الحجر. قل لي السوق اليوم تاع العلمه تحرك شويه ولا راه حابس؟ السوق ناقص السواق الكل. هاي هذا السوق ناقص في السواق تاع العين العلمه تاع المستوى الولايه. كيفاش ناقص فهمني؟ بقري برك هذا يشريو غير البقران برك. اي. تسمى الماشيه هنا ناقصه شويه. ماشيه ناقصه هاك تشوفي فيها ناقصه. شكرا على المشاركه، يعطيك الصحه اخي العزيزه. اذا مشاهدينا عندنا عرض اخر للبيع، قطيع اخر. هذا القطيع جانا من منطقه، وش المنطقه؟ منطقه الطايا. منطقه الطايا، وين جايه هذه؟ سخنه. حمام سخنه. حمام السخنه. شحال مسمينكم هنا اسعار جمله؟ عطاو 10 ملايين. 10 ملايين 95 9 ونص. 9 ملايين و500 اسعار الجمله اعطاو هنا. البيع شحال راه يقول؟ طالبين 10 يفوتوا بحاجه نبيعوه. يتجاوز ال 10 ملايين. اه يتجاوز ال 10 ملايين. اسعار البيع تتجاوز ال 10 ملايين. قل لي السوق كيفاش راه اليوم؟ البيع والشراء اليوم خفيف ثقيل، كيفاش راه؟ الشراء راه الناس يساوموا، البيع ثقيل ما كانش. السومه سايمه الناس مش قادره باش تشري بالسوام هذيك، السومه مسيوم البيع ثقيل. اليوم شكون اللي راه يساوم، العياد ولا التاجر؟ التاجر، العياد مازال ما دخلش. ايه العياد راه هرب تقريبا المال الخشير دوك كله يشريو في الريخه ثنيه. ما قدروش يشريو ولا يشتركوا في 6 في 7 ويشريو راس تاع البقري. هاي صح. قل لي بالنسبه لاسعار البقري، اسكو تقدر تعطيني الارقام كيفاش راهو اسعار البقري؟ اسعار البقري بالنسبه مع الخروف يطيح مليح، يشركوا فيه 4 في 5 طيح لهم 6 ب 7 طيح لهم خير ربي. ايه ولات ليه الناس بزاف حر. واش تنصح انت الناس اللي راهي مقبله على شراء الاضحيات، واش تنصحها؟ ننصحهم انا يشريوا الثنيه، الخروف هي اللي نيوه. خروف غالي عليهم، خروف ب 12 13 مليون يروحوا من هي يشريوا. الريخه تندر لهم خير، خروف ب 12 13 ماهوش رخيص. والريخه شحال تستقام لهم؟ الريخه تندر لهم كيشركوا طير لهم 6 ملايين 7 ملايين. وين ندر له الحمى؟ ندر ب 40 كيلو الحم. صح. قل لي وشنو احسن الاسواق اللي تتواجد فيها الريخه باش يروحوا لها المواطنين؟ هنا في سوق العلمه، هو السوق المشهور لنا في سوق العلمه كاين الخير. اي انا نقترح المواطنين اللي يشريوا الثنيه ما يزيدوش يشريوا الخروف، الخروف خاطر غالي بزاف.
تعلوشة ب 7 ونص 8 ملايين فيها 20 كيلو. إيه خويا شكرا على المشاركة، يعطيك صحة على المعلومات. التغطية راهي مستمرة عبر الولايات، الآن رانا بسوق العلمة، هذا السوق اللي يفتح كل يوم أحد. إذا مشاهدينا عرض آخر للبيع، هذو اللي راكم تشوفوا فيهم كاع ثنيان، والسيد هنا راه مسومينو. قد سومكم هنا؟ 9 ملايين جملة. 9 ملايين جملة. القطيع هذا مين جانا وش منطقة؟ جانا من ولاية المسيلة عين الملح. ولاية المسيلة. أسعار البيع شحال راكم محددين هنا؟ مازال يفوت العشرة. يتجاوز العشرة؟ يتجاوز العشرة. علاش يتجاوز العشر ملايين؟ ما السبب؟ واردنا مازالو. شرينا أكثر من السومة هذه. والسوق تاع العلمة اليوم تحرك ولا حابس؟ مازال ما باين والو. ما باين والو. مازال مازال مازال. أسعار البيع آخر كلمة هي شحال؟ يفوت العشرة. يتجاوز العشرة ملايين هنا من سوق العلمة. التغطية هي مستمرة عبر الولايات. آخر ولاية زرناها هي ولاية البليدة، سوق الأربعاء. بعدها كنا في سوق بوقطب، سوق ولاية البيض، وسوق المشرية. تقدروا تدخلوا وتشوفوا آخر الأخبار. إذا مشاهدينا عرض آخر للبيع، السيد هنا راه معاطينو 17 و100 ألف في هذا القطيع. شحال راكم تقولوا الأسعار هنايا؟ أسعار البيع شحال راكم حدين؟ أسعار البيع يا مربي يا شحال بالتقريب؟ يا مربي البيع راه قريب ولا بعيد؟ مازال شويه. مازال مازال شويه. اسعار البيع مازالت شويه بعيده على حد تصريح التاجر. اذا مشاهدينا عرض اخر للبيع، قطيع اخر ومكان اخر. هذو اللي راكم تشوفوا فيهم السن، راه يقول السن شحال هنا اخويا العزيز؟ السن شحال عندهم هذو؟ ها العمر شحال؟ ما بالكش تاعي السن شحال؟ والله ما على بالي قد عمارتي كاع عام و خرفان. مازال ما بدلوش هادو ثنيان. ثنيان هي. وش راهم مسومينكم في الثنيان هادو؟ 11 ونص و 10000. 11 ونص و 10000 سوموه في الثني. 12 ها؟ 12 شحال؟ 12 مليون. غلطت ولا نسيت؟ ها؟ غلطت ولا نسيت؟ سوموه 12 مليون في هذا القطيع. والسيد هنا راه طالب، شحال راك طالب هنا اخي الكريم؟ طالب هنا 12 ونص. اسمح لي شحال راك طالب هنا؟ هو طالب 16. شحال؟ تاكلوا هو طالب 16. قل لي قل لي بالنسبة للأسعار اليوم كيفاش راك تشوف فيها؟ اليوم الأسعار غالية ومازالت هاشو إن شاء الله بربي هذو نبيعو ب 17 ونص. علاش 17 ونص؟ ما هو السبب؟ أنا قاعد قاعد. هو قاعد قاعد. بس نقول صح. علاش 17 ونص؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب بس قاعد الناس بالليل بس كي نرقد هكذا أقول أخ خديهم لي. اسمح لي المواطنين راهم يشتكوا، قالوا راكم تبيعوا غالي بزاف، قال لكم ذبحتونا المواطنين. والله هو كي بات راقد وانا بات قاعد وصبحوا يصبح قبل ميل فيه وانا نصبح راقد هاك صلاه الفجر نروح لها بالذراع ونجي نروح نعسير. صح. اسمح لي ولو كان الجزائريين الاخ ركز معايا، لو كان الجزائريين يديروا مقاطعه وما يشروش، لو كان يديروا مقاطعه يديروا كوراج كان يديروا كوراج نبدلوا الحيه. شو ورا اللي يدير المقاطعه هذا هو يقول لك ولا يدير كلوسي نفسي. إذا مشاهدينا عرض آخر للبيع، هنا عندنا الخروف وعندنا الثني في هذا القطيع. هذا القطيع جانا من منطقة، وش المنطقة؟ هذه هنا في العلمة، منطقة العلمة. من هذا الغنم هذا؟ تاع العلمة. وش حرام مسومينكم هنا؟ طاونا 97 في الجملة. 97 في الجملة. أسعار البيع شحال راكم تقولوا هنا؟ مازال تربي يجيب سلاك هكذا. كل المواطنين راهم يقولوا راكم رفعتوا الاسعار بزاف، واش تعلق؟ احنا لا هذا هو السوق يقول كذا، احنا علاه؟ السوق راه غالي بارابور اليوم راه راقد السوق. اسعار البيع شحال تقول اخر كلمه؟ في الجمله 11 وفي بالواحد 11 ونص. اسعار البيع راهي تقول بين ال 11 وال 11 ونص، ال 11 اسعار الجمله وال 11 ونص اسعار الفرز الفرادي يعني الواحد.
نذكر المشاهدين أنه الأسبوع الأيام اللي فاتت فقط كنا في ولاية البيض وسوق المشرية، سوق بوقطب وسوق البليدة. تقدروا تدخلوا وتشوفوا آخر الفيديوهات وآخر الأرقام. الفيديوهات راهي مقسمة، كاين الفيديو الخاص بالرخلة، الفيديو الخاص بالنعجة، والفيديو الخاص بالخرفان المتوسطة، والفيديوهات أخرى خاصة بالكباش الخشنة. ننقل للمشاهد من خلال هذا القناة آخر الأرقام وآخر الأخبار، ونعرف أيضا بالثروة الحيوانية في الجزائر، وننقل أيضا انشغالات ومشاكل المربيين وانشغالات ومشاكل المواطنين اللي راهم يشتكون في الآونة الأخيرة من الغلاء. نزيد نروح نشوف أجنحة أخرى، خليكم معنا. إذن متابعينا، عرض آخر للبيع. السن هنا راه يقول السن العمر شحال؟ ثنيان. ثنيان هذو؟ ثنيان غا كيف كسروا. وشحال سوموكم هنا؟ طاونا 800 جملة. 800 جملة، والفرز شحال؟ ما سوموناش بالفرزة. البيع قرب ولا بعيد؟ مازال بعيد. بالتقريب شحال سعرك؟ مازال يفوتوا العشرة إن شاء الله. سعر البيع يتجاوز 10 ملايين لهذا القطيع. جنا من منطقة، وش من منطقة هذا؟ تيكستير راس الواد. منطقة راس الواد، تحياتنا لراس الواد. إذن مشاهدينا، عرض آخر للبيع. هذو اللي راكم تشوفوا فيهم السن راه يقول 2. أما بالنسبة لأسعار البيع، أسعار اللي سوموا بها راه يقول شحال سوموكم هنا؟ أعطاونا 10.5 في الجملة. 10.5 ملايين في الجملة. هذا القطيع مين جانا؟ ولاد صابر. منطقة ولاد صابر، وين جاية هذه؟ سطيف. وبالنسبة لأسعار البيع شحال تقول هنا؟ مزال. مازال كش ما بعت ولا والو اليوم؟ مزال ما بانيش. مازال ما بعتش. أسعار البيع بالتقريب شحال؟ مزال. بعيدة ولا قريبة؟ بعيدة. بعيدة. وسوموك شحال ذكرني؟ عطاو 11.5 في الفرادي. 11.5 سوموه في الفرادي. نذكر سوموه 11.5 مليون في الفرادي في هذا القطيعة. أسعار البيع ما زالت مفتوحة. اكتبوا لي في تعليقات وش رأيكم في الأسعار، واكتبوا لي أيضا ما هي الأسواق اللي راكم حابين تشوفوها في التعليقات، واكتبوا لي الولاية والسوق واليوم. التغطية راهي مستمرة، ريحوا معنا. إذا متابعينا، هذا الكبش اللي راكم تشوفوا فيه السيد راه مسومينه 12.200 على حد تصريحه، والسن هنا راه يقول السن شحال هنا؟ 2. هذا 2 هي. مين جانا الكبش هذا؟ من العلمة، منه منطقة العلمة. والخرفان هذا شحال سوموك فيهم صغار؟ 200. 500. هذا الخرفان سوموه 500 أسعار الجملة. أما بالنسبة لي أسعار البيع، الكبش شحال بيع تاعو؟ 15 مليون. ايه. علاش 15 مليون؟ ما هو السبب؟ السوق يقول هكذا. السوق يقول هكذا. احكي لي الاسواق، اسواق الشرق هنايا خاصة السوق تاع العلمة اليوم كيفاش راه؟ غالي المال بزاف. كيفاش غالي؟ واش قصدك؟ من العلف، من الجفاف، من كلش. واخر سعر هنا تبيع به شحال؟ 15 لجبر. 15 مليون اخر سعر للبيع راه يقول 15 مليون. كتبوا لي في تعليقات واش رايكم في الاسعار. راح نتنقلوا لاجنحه السوق وننقل للمشاهد والمواطن اخر الاخبار. الله لاباس. الحمد لله. كيفاش راهي الاسعار اليوم سوق العلمه؟ والله السعر يعني نقولوا احنا شويه غالي حسب العياد اللي راه يعيد، راه غالي. انت تاجر ولا شاري؟ حبيت تشري عياد عليك. نعميه. والارقام كيفاش راهي اليوم هنايا؟ كيفاش تشوف فيها السوق؟ ما كانش يعني السوق راه مازال العياد مازال. قصدك الناس ما راهيش تشري؟ الناس مش راهي تشري العياد. العياد راهو ما يشري. شكون اللي راه يشري في الفتره هذه؟ الفتره هذه السوق ما كانش شاري، السوق راهو ما كانش. وكيفاش تشوف انت السوق هذا تاع العلمه؟ كيف تشوفه؟ والله السوق شويه غالي بالنسبه لي انا بالنسبه لي كشخص هكذا راهي غالي السوق.
واش تنصح المواطنين انت وين تقول لهم يروحوا يتنقلوا باش يشروا الاضحيات؟ يعني السوق وما يشري الاضحيه راهي من السوق لهنا ما عندوش من وين يروح. وشي مازال الناس راهي تقول مازال نقولوا مازال السمانه هذه ولا ال 15 يوم هذه الناس تشوف تستنى. شكرا على المشاركه، يعطيك صحه خويا نذير. اذا مشاهدينا جولتنا خلصت اليوم هنايا من سوق العلمة للابقار والمواشي. انا بقيكم على خير، نتلاقوا ان شاء الله في فيديوهات جديده في مكان جديد، ثقافه جديده. سلام.